قول يا Barricade جمال. the room. We need to protect the biohazard container. البايو هزار كونتينر. Stop worrying about grenades now. ايه ده؟ طب هما جايبين الواد في حاله اهو، كان معاهم كده بيلعب معاهم عادي ومش حد بيقتل حد. العيال دي مختلة عقليا. 10 seconds. ابدأ يعني يا غريب. 5 seconds and count. حسن هشام ممكن تيجي تضرب الواد في وشه وقابل في ايدك يضربه بس يقتله. هو انت عمال يضرب الواد، تعال تعال هنا بسرعة. نعم نعم قول اقتل لي. الواد ده، اقتل الواد ده، اقتله. يا عم لا ما يروح بحبش اقتل، لا لا ما بقتلش حد عشان ما اخدش بان بقى يا الفاره هشام. ده. انت عايز انت مش ما هتاخد، انا يا هشام قتلت هو كده مليون كده واحد هيموت هيموت لو وصلت هيموت. بالي حصل، فانا هتحسب عليا انا. تعالى يا هشام كده اخويا كده بالي يا عم، خلاص اتنين انت كمان. انا في واحد جابني هو، انا واقف مكاني. اوه انا جامد جدا، قتلت 3 مرات. ده 3 هيد شوت ولا هما ثلاثة؟ كانوا زي الاخبيه واقفين. اه جبت هيد شوت، انا ما كنتش لحقت اعمل حاجه حتى. One friendly operator remaining. قول لي داخل منين؟ قول لي الكاميرات بقى. الكاميرات ما بتساعدش عشان انا سامع قوي. صوت، انا سامع صوته من شمالي بس مستنيه تقول لي. ماشي، وانا مراقب الناحية اللي على يمينك لو حد جه من عندها. يبقى كده دخل، هتلاقيهم على الشمال ورا الحيطة بالظبط. بس ركز، بص على الشباك الأول قبل ما تبص على ورا الحيطة. شو بتقول؟ اه ده واحد بس، يبقى اكيد مستخبي جوه بس على تحت خالص، يعني هتلاقيه يمكن نايم على الارض انا سامع وهتلاقيه على صوت، الشمال خالص على السطح. عمال يتحرك وهو نايم على الارض. سيبه يخش. خلاص استناه انت. اه دي برضه تكتيك حلو. اضرب، طيب ايوه اضرب. الخشب بتخش فيه الرصاص عادي، لازم لو شفت اي خشب اضرب بعد الخشب لا الرصاص كبير على جدا. تحت. بيبي جاي لابوه، كنت جاي لك هجيب بليس الايس على حتى. فكرة، كنت